مثل مالك، مالك كان يطعن في محمد بن إسحاق، ولكن كان طعن مالك لعداوة كان بينهما، فإن ابن إسحاق من كبار علماء النسب ومن الأئمة المشهورين بعلمه، كان يطعن في نسب مالك، فكان مالك يغضب عليه ويقول دجال من الدجاجلة، فكان مالك يكذبه وينهى عن الأخذ عنه. فهذا من رواية الأقران، ليس لي سبب آخر. أما يحيى ابن سعيد القطان فنعم كان سيء الرأي في ابن إسحاق، وخولف يحيى في هذا، لكن أحسن الأقاويل أحمد محمد توسط عنه قول، قال إنه في الأحكام يتقى ابن إسحاق الأحكام، ولعله يحمل على التفردات لا على غيرها، فإن ابن إسحاق صدوق وحافظ أيضا وعلامة في علوم متعددة.